عدد المترشحين بالمركز حوالي 462. النسبة المئوية من العدد الجملي المترشحين بالنسبة لولاية الكاف 47.50%. عدد المساعدين 4 مساعدين. عدد الكتابة هم 18 والعمل 16. ظروف انطلاق المناظرة انطلقت في ظروف طيبة وجو هادئ. تم التحاق المترشحين بالمراكز نتاعهم وبعد ذلك التحق المراقبون وظروف جيدة وهادئة. إن شاء الله يتعدى نهار لاباس وإن شاء الله نلقاتنا بالتوفيق للجميع إن شاء الله. عندنا حالة واحدة خاصة حالة استثنائية التحقت كذلك بالقاعة نتاعها يشرفوا عليها كذلك زوج مراقبين. وبالنسبة للحالات الخاصة نضيفوا لهم ثلث الوقت على الوقت القانوني.